تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الرابع إلى السابع من أكتوبر الجاري انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في ظل جهود كبيرة وتسهيلات تبذلها الدولة حرصاً منها على الارتقاء المستمر وضمان نجاح الانتخابات من جميع الجوانب. 9 مراكز خصصتها اللجنة الوطنية للانتخابات لنظام التصويت المبكر عن بعد، كما اعتمدت 24 مركزاً انتخابياً للتصويت الإلكتروني يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر موزعة بشكل مدروس على إمارات الدولة. العملية الانتخابية شهدت تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية بهدف التبسيط والإنجاز، بدءاً من تنوع طرق التحقق من أسماء المواطنين في قوائم الهيئات الانتخابية، مروراً بسهولة الإجراءات في عملية تسجيل المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية، وانتهاءً بتطوير الإجراءات التنظيمية وإدخال نظام التصويت عن بعد وفق أفضل المعايير العالمية.